أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، وكل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عليكم يا رب. نسأل الله أن يعيد عليكم ويعيد هاي الأيام المباركة بالرفاه والسعادة والأمان، وعودة العراق إلى حاضنته العربية، عودة الحقوق إلى أصحابها، خروج المعتقلين من السجون، خروج الأبرياء من المعتقلات، أيضا عودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة إعمار العراق. كل شيء غلط بهذا البلد إن شاء الله يا رب نتخلص من عنده في العيد المقبل. نبدأ أول ملفاتنا اليوم مشاهدينا الكرام ويا قضية الفساد. الفساد اللي موجود بدوائر الدولة بما يخص المشاريع الخدمية. نبدي من محافظة البصرة، البصرة الغراء. لقينا ناشط من المحافظة يحكي عن فساد مديرية الشباب والرياضة بالبصرة، وينتقد سوء تنفيذ المشاريع بالمحافظة تحديداً اللي يخص المنشآت الرياضية، واللي ما يخص الكلام هذا الموضوع سلط لنا الناشط الضوء على ملعب الكباسي الرياضي الواقع بمنطقة الريان بقضاء شط العرب. يقول الناشط أنه هذا الملعب يعاني من الإهمال بسبب غياب الدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية. خلونا نشوف. النزاهة القاضي حيدر حنون المحترم، البارحة دعيت المواطنين لتقديم أي معلومات تخص فساد في وزارة الشباب والرياضة والمنشآت الرياضية. أنا راح أقدم لكم عدة فيديوهات بالصورة والصوت عن فساد واستحواذ متنفذين على منشآت رياضية في محافظة البصرة، وفساد يخص مديرية الشباب والرياضة في محافظة البصرة. هذا أول فيديو اللي أمامك، منتدى الشباب والرياضة في محافظة البصرة الكباسي. هذا المنتدى خسرت عليه محافظة البصرة أكثر من 2 مليار دينار عراقي. وبهذا الحال من خسرت عليه محافظة البصرة 2 مليار دينار عراقي، مديرية الشباب والرياضة في محافظة البصرة أنطت هذا المنتدى استثمار أجار مقابل 200 ألف دينار عراقي. ما نعرف شنو الجدوى الاقتصادية من هذا الأجار. وبنفس الوقت هذا المنتدى تأجر المن، أتمنى تودي على الأوليات وراح تشوف بعينك ابن منو اللي مأجر، ابن مسؤول مكتب المسؤول الفلاني، ما أريد أذكره لأن إحنا مشكلة. ظلوا يروحون الفاسدين يشتكون علينا بدعاوى التشهير وتقيدنا اليوم من ذكر الأسماء. هذا المنتدى انهمل بهذه الطريقة. متنزه أو مركز شباب أو ملعب في المحافظة مأجرة ابن مسؤول، يعني ابن المسؤول اللي مأجرة ب200 ألف دينار، أنت ناطي فلوس ومقفلة؟ الوارد اللي دا يجيك شنو من وراء هذا الشيء؟ المنافع من وراء هذا المتنزه أو الملعب أو مركز الشباب شنو بالنسبة لك؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، هذه الهيئة اللي دا تشوفوها معقولة كلفت مليارين مبلغ مو هين. احنا دا نحكي على مليارين دينار، يعني اقدر ابني بها ابراج، اقدر اسوي بها هواية اشياء. فهذا المبلغ اللي راح والنتيجة هاي الصورة، هاي كارثة. زين، بما انه هاي الباب، احد يقدر يقول لي هاي القطعة اللي موجودة هنا شنو اللي طب يشوفون طوله على ارتفاع القطعة هذه؟ اوكي، نطلع نروح هسه الى محافظة كربلاء. لقينا ناشط يتحدث عن الفساد في تنفيذ احد المشاريع الخدميه بالمحافظه. اللي صاير انه الشركه المنفذه الى هذا المشروع حسب هاي القطعه من بين المده الزمنيه اللازمه لتنفيذ المشروع. هذا الشيء يفتح المجال للفاسدين ان يتلاعبون بالمده الزمنيه اللازمه واطاله امد البناء الى اجل غير معلوم، تاخيره بدون سبب معين بسبب عدم تفعيل الجانب الرقابي من قبل الجهات الحكوميه، وهذا باب من ابواب الفساد الاداري المترهل اللي عاني من عند العراق اليوم. نانا اشراف وتوجيه مباشر من قبل محافظ كربلاء المقدسه، محافظه كربلاء المقدسه بتنفيذ مشروع ربط شارع ميثم التمام ضمن مشاريع خطه تنميه الاقاليم لمحافظه كربلاء المقدسه. مقاولات عامه وشركه لقاء النهرين لمقاولات عامه وشركه. رجعنا لكم فيديو قصير.
أنا وين أسألك على المشروع وعلى الشركات اللي ما عندها أعمال مماثلة؟ اللي لفت انتباهي بهالقطعة أنه كاتبين المدة هي مدة تعاقدية عفواً 720 يوم، بس ما محددين شو وقت تبدي وشو وقت تنتهي. المفروض أنه تبدي بكذا تاريخ بكذا سنة، تنتهي بكذا سنة بكذا تاريخ. الجماعة ما خاليها، هاي بحد ذاته أنه يجب التحقيق به. وهي رسالة للأخوة في النزاهة والجهة الرقابية، السيد رئيس مجلس محافظة كربلاء والأعضاء المسؤولين على الاستثمار. هاي وحدة من التلاعبات اللي تقوم بها الشركات، أنهم يحددون التاريخ والوقت حتى شو وقت ما يعجبهم يجهزون المشروع للسوق. اللي باوع القطعة ويشوف الصور اللي موجودة هنا أنا راح يقول راح يكون هذا شارع عالمي، شارع من عالم آخر، شارع من دولة أخرى مو بالعراق. لكن القضية اللي قال عليها 720 يوم من شو وقت؟ من السنة الجاي، من السنة اللي راحت، من الدورة البرلمانية الجديدة، من الحكومة الجاية، شو وقت؟ 720 يوم باكر تبلشون؟ شو وقت تشتغلون؟ 720 يوم من المفترض أنه بها مدة زمنية أيضا للمرحلة الأولى من المشروع، الثانية من المشروع، الثالثة من المشروع، التسليم. هاي كلها لازم تتبين. ناس لما شافت هاي الفيديوهات وسمعت علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود أنا من منصة فيسبوك محمد حسن: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني دولة ما تحمي شبابها من الضياع ومن تنحرف الشباب يجون يذبونهم سجن، خوب أعالج الموضوع وأخلي الشباب تلتهي بأشياء إيجابية مثل كرة القدم. مصطفى النفطاوي: إن شاء الله ثورة قادمة. أولاً الملعب أعطوه إيجار لأشخاص بالمحافظة، الملعب بغلق صار سنتين وأكثر حتى يجبرون الشباب على الانحراف واللجوء إلى أمور أخرى كارثية. وأنا شخصياً قبل سنة ذهبت إلى مديرية الشباب والرياضة البصرة لكن دون جدوى. البصرة كلها ملاعب والشباب تتونس، إلا واقعنا والله جميع الشباب والفرق الرياضية تكسر الخاطر، ينجبرون يطلعون لمركز مدينة البصرة حتى يلعبون، وشباب حتى ما تمتلك أموال. أحمد الحديدي: حسبنا الله ونعم الوكيل. الملعب المتنفس يجب على الجميع لإيجاد حلول سريعة للشباب. أحمد كريم: هذا الملعب يعد متنفس لشباب المنطقة والمناطق المجاورة، على جميع رياضي القضاء أن تكون لهم وقفة جادة. في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كان بالعراق أكو مراكز تسمى مراكز الشباب، مراكز الشباب اللي هي بيها الاهتمامات الشبابية من ممارسة كرة القدم، ممارسة كرة السلة، التنس، الريشة، تنس الطاولة اللي هي المنضدة، الرياضات الفكرية الأخرى كشطرنج، الطاولي، وتعتبر متنفس للشباب. وين رايح المركز الشباب؟ منين جاي من مركز الشباب؟ هم من أدها يلتقي بمكان هو وأصدقائه وولد المنطقة، هم يكون المكان أخضر وحلو ومتنفس، هم من أدها أنت تخفف من 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 فوران الشباب ليم الشاب اللي بالمنطقة. فكانت هاي المتنفسات هي في كثير من الأحيان بها جيم رياضي، بها كثير من الأمور. فكانت هاي المتنفسات أو هاي المراكز الشباب في كثير من الأحيان مدربين مسؤولين عن منتخبات عراقية، كمنتخب فروسية، منتخب شطرنج، منتخب كرة قدم، يلقون مواهب بداخل هاي المراكز ما مسلط عليها الضوء. فجأة تلقي عندك لاعب بالمنتخب من 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 المدينة نفسها. من الممكن أن يكون مراكز الشباب والمتنزهات الرياضية بالتحديد لها ارتباط بوزارة الشباب والرياضة، بحيث لما تشوف واحد عنده موهبة في مكان ما هي تخاطب تقول لهم احنا بالمركز الفلاني عندنا شاب اسمه فلان الفلاني عند الموهبة مثلا في ممارسة كرة القدم، تعالوا شوفوه، من الممكن أن يخدم المنتخب العراقي. لكن اليوم بالعراق الشاب العراقي هو أبعد ما يكون عن اهتمامات الدولة، وبالتحديد اللي قالوه المعلقين قبل شوية يقول لك الشاب العراقي مدى يلقى متنفس وين يصير؟ يصير بالشارع، بالقهاوي، يصير اكتظاظ عالي، فيوصل به الحال انه ينحرف، ولما ينحرف تالية السجن. نتمنى ينتبهون لهذه القضية. ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام نبدي ايضا من محافظة كربلاء، لكن اللي لقيناه هو لقينا مقطع مصور لأهالي
الحي السكني المجاور لمعمل الاسمنت. هم دا يشكون من زيادة نسبة التلوث البيئي بالمحافظة وبمنطقتهم بالذات بسبب الملوثات اللي يطلقها المعمل في هواء وسماء المحافظة. يطالبون بضرورة إيجاد حل لهذه القضية لأنه تهدد حياة وصحة الأهالي اللي يسكنون بهاي المنطقة. هذا معمل الاسمنت وهاي المنطقة السكنية، وشوفوا قربها من المعمل. تعالوا نشوف. العدة ربو خلي يشترك، العدة حساسية خلي يشترك. اسمال الالتريلات او للمكاين تشتغل من الصبح لليل. شوف بنص العوائل، معمل بنص العوائل. كم مرة اشتكينا عليه؟ خباطة مركزية. ما هو معمل ما خباطة. شوف دفن الوادي مدفن مال الالترين. من بنزين خان الفارس. حتى الله ما يرضاها. معمل بنص البيوت. جزء من تخطيط المدن اكو شغلتين، المعامل والمصانع يجب ان تكون خارج المناطق السكنيه، وفي بعض البلدان يقول لك حتى الجامعات يجب ان تكون خارج المناطق السكنيه. فبعيدا عن الجامعات، لكن المعامل والمطارات ايضا يقول لك لازم تجي بالاطراف. ما تلقي مطار بنص منطقه سكنيه يقول لك على مود الضوضاء ما الطائرات، هبوط واقلاع على مود تخف على الناس ما نأذيهم. هاي تلقاها وين؟ بالدول المتقدمة. أكو مطارات بنص المدن، بس تلقى المطار متطرف على بحر، على ساحل، على مكان، والمدارج مال المطار كلها موجهة للبحر بحيث الإقلاع والهبوط ما تحس به، ما تسمع الدوي مال الطيارة أول ما تقلع أو من تهبط، ولا البريك مالتها. وأكو أكو أكو مطارات بالعالم بصفة أكو مولات تجارية، حتى العالم تروح تتونس تشوف الطيارة وهي تهبط وهي تقلع. هاي بالدول اللي تحترم نفسها. أما المعامل فهاي بالتأكيد لازم تكون بالخارج، معمل أدوية، معمل صناعات بتروكيماوية، مقالع فوسفات، مقالع كبريت، معمل شخاط، معمل سمنت، معمل ورق. هذن اللي بيهن حرق ودخان ونسبة تلوث عالية. أنت لما دا يسوي لك سمنت هو دا يحرق مواد كيميائية ودا يخلي مواد كيميائية، هذا الدخان اللي يطلع هذا دخان مخلوط بالمواد الكيميائية الملوثة. ولما يمشي باتجاه المنطقة السكنية، تخيل عزيزي المشاهد ولدك وأهل بيتك وإخوانك وأهلك شنو دا يتنفسون. لكن الجانب البيئي بالعراق أو النقاوة البيئية بالعراق ما حد مهتم بها، والدليل بالبصرة. لقينا مقطع مصور يبين لكم حجم التلوث البيئي اللي دا يعيش العراق، وتحديدا قضاء شط العرب بمحافظة البصرة بسبب عدم المتابعة والمكافحة. انتشار حشرات بشكل غير مسبوق وكثيف جدا بظل إهمال الجهات المعنية، غياب أي دور لمكافحتها من قبل السلطات، إضافة عن تكرار حرق النفايات في طرق غير صحية وبطمر غير صحي، وتزايد أعداد المصابين نتيجة هاي الأشياء اللي قلناها، فشل كلوي وأمراض السرطان الله يبعد عنا وعنكم بوسط إهمال حكومي واضح. تعالوا شوفوا اللي دا يصير. أصبحنا وأصبح الملك لله. Thank you.
طبعا يجح، طبعا ما يقدر يتنفس، لان تتخيل الحشرة شنو بيها من بلاوي، ايش قد ناقله ميكروبات، ومن وين جايه؟ جايه من مكب نفايات، جايه من نهر ملوث، جايه من 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 مياه آسنة، جايه من ملوثات بداخل المي ادت الى تسمم المي، جايه من طحالب سامه موجوده على اطراف الانهر واطراف احواض الانهر، فبالتاكيد يقح، بالتاكيد ما يقدر يتنفس اذا هو ما يقدر يشوف. احنا اسلام وبلدنا ديننا الاساسي الاسلام، ونعرف انه الجراد جند من جنود الله والحشرات بشكل عام، والجراد اذا غزا مكان يقضي على الحرث والنسل وكل شيء، فما بالك اللي دا يصير بالعراق؟ هل هو غضب؟ لا، هو تلوث. بالمقابل انه هو اكو سبب، السبب يقول لك انا عندي زباله هوايه، وعندي مياه ملوثه، وعندي مياه آسنه، وعندي مجاري طايفه بالشارع، وعندي حرق غير صحي للنفايات، وعندي نفايات مشمره بالشارع اللي هاي مدى تنشال، واكو من الممكن جثث لحيوانات سائبه مشمره بالشارع، وهمين تسبب ديدان وحشرات، لان كلن دا تسبب في زياده نسبه التلوث البيئي. في بلد بوزاره اسمها وزاره البيئه، معين بها وزير اسمه وزير البيئه وياخذ راتب، واكو بها مدراء عامين، واكو بها من يصرح ببيانات واوراق رسميه وكتابنا وكتابكم ويحجون بالبيئه العراقيه، لكن لما نشوف المقاطع بيئتنا كلها ملوثات، من احواض انهر اللي منتشره بها النفايات والزباله بسبب عدم وجود الكري، من احواض الانهر اللي تنشمر بها المياه المخلوطه بالمواد الكيميائيه ومخلفات المصانع والمعامل خصوصا معامل الادويه، وايضا رمي مياه الصرف الصحي اللي هي المجاري بشكل مباشر الى حوض النهر، وهي كلها ملوثات، من مكبات النفايات اللي على ابواب المدن ومفتوحه على مصراعي، ومن ضمنها مواد كيميائيه وطبيه ومواد مشعه بطريقه طمر غير صحيه، من حرق النفايات بطريقه غير صحيه. بالعلم من الممكن استخدام هاي النفايات والاستفاده من ادها في توليد الطاقه الكهربائيه، واذا يجيني واحد يقول لي لا، اقول له المانيا سوتها قبلك وتولد كهرباء من الزبل. ناس علقت على هذا الموضوع. رعد هاشم اللامي يقول التلوث البيئي في محافظتي البصرة وميسان مقصود. أبو علي السلامي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، احنا عايشين وسط هذا التلوث من كل الجهات. أم عبد الله يسبب الأمراض الخبيثة ويقل العمر والتشوهات في الأجنة. أزهر الكربلائي صح المنطقة متضررة منه والحكومة المحلية ضاربة التغليس، لأن الله يعلم المن هذا تابع، فكان هذا تعليق الناس على قضية التلوث البيئي. أبو علي من واسط حياك الله. السلام عليكم أستاذ أسد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيامكم سعيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل طاعاتنا وطاعاتكم، ويكون شهر رمضان شهر مغفر إن شاء الله لنا ولكم أجمعين يا رب. ساعات مكب النفايات هو هم للاسف هو مصدر رزق لتقريبا حوالي 12 مليون فقير بالعراق بعض الاحيان. نعم. يعني لان الحكومه عندها فقراء فما تعالج مكب النفايات حتى يقول لهم يحصلون دخل من هذا، لان الدوله الفاشله دائما لا تساعد الطبقه يعني المسحوقه في المجتمع، انما تنظر فقط للطبقه الغنيه في المجتمع. لأن هي دولة فاسدة، لأن هي تستفاد من هؤلاء الأغنياء. نعم. يعني الحكومة الآن اللي يسمونها حكومة خدمات، أنا أستغرب يعني من يقول لحكومة خدمات. هل الحكومة فقط في حكومة خدمات؟ الحكومة رؤية استراتيجية للبلد أو نظرة مستقبلية للبلد. يعني أكو أمرين في موضوعك، أولاً المصانع والمعامل الآن الموجودة اللي هي بالعراق أساساً مستهلكة وزمنها يعود، يعني الآلات والمكان يعود إلى الثمانينات والسبعينات، المفروض هذه تجدد. يعني أكو تمدد عمراني، وأكو تمدد للأسف عندنا عمراني التمدد الأفقي، يعني المنازل راح تتعدى المعامل. يعني هذه المعامل إما عادة الانبعاثات المستخرجة من هذه المعامل، أو أساساً يعني أشيل المعامل وأبيع الأرض الموجودة وأبني معامل جديدة، مكان جديدة، إنتاج جديد وكفاءة عالية خارج المدن. المواطنين اللي عندي احنا عندما ما ذكرت عندنا وزاره البيئه، اريد وزير بيئه شنو شغله يعني؟ شنو رؤيته يعني من يجي وزير وصار وزير لهذه الوزاره؟ غير الوزير مثلا يقول انا عندي خلل موجود راح اصححه
وعنده رؤية مستقبلية. زين إلى الوزير ما هو معتني بال يعني ما عنده يعني دراسات وما عنده نتائج، ما عنده حتى المؤتمرات اللي يسوونها مؤتمرات تعتبر فاشلة، لأن ما جاي يعالج الخلل الموجود في البلد. إحنا عندنا أمراض موجودة متفشية للأسف ما لها أسباب وعلاج ما موجود. السبب الموجود حاليا هو إهمال من وزارة البيئة ووزارة الصحة. زين رمي المخلفات الصحية في الأنهر هذا ما يأثر على المواطن نفسه، هو يجي وزارة الكهرباء والماء ومدية الكهرباء والماء أخذ المي وترجع مرة ثانية. نعم هي هذه الحكومة. أنا يعني من يقولون لي حكومة خدمات، شنو الخدمات اللي تسويها الدولة؟ هل هي بس أنه تسوي مجسرات ولا تبلط شوارع؟ صحة البشر اللي يمشي على الشوارع وعلى المجسرات انتهى منها. يعني ما أقول أنت تهتم يعني بأشياء جانبية وتترك الأصل. الأصل هو المواطن. أنت المواطن اللي أساساً اللي يشرب من الكاتم يروح للأمراض والأسف لا. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحمي العراقيين ويحفظهم. وأنا أشكرك على هذا. شكراً لك أبو علي. يعني أبو علي حكى عن أنه يقول حكومة خدمات شنو سوت؟ مجسرات وشوارع، ويا ريت لو المجسرات بها خير والشوارع. مجسرات تنبني ورا شهر يبدون يحطون دعامات ويبدون يفكرون شلون العارضة ما توقع أو المسند ما يوقع أو الاسمنت ما يوقع أو السياج ما يوقع. شارع العراقيين قاموا لقوا تسمية جديدة للتبليط، هي أكلة الشكرلمة. الشكرلمة عندنا حلو، واللي سموه في بلاد الشام والدول العربية الغريبة. فتتخيل لما يقول لك هذا تبليط شكر لمة الغريبة، لما تلزمها بيدك أو الشكر لمة وتضغطها هشة تتفلش بيدك خلال دقائق وتصير طحين. بالمقابل التبليط اللي بالعراق، هذا التبليط اللي كنا نجيب قلم وشاكوش ونريد نحفر بيه ما نقدر نحفر لأنه قوي. يقول لك تبليط قير ما تقدر تحفره، بينما العراقي هسه اليوم بصبعة خلى أصبعة وشالة وانشال. هذا الحال اللي يصير بالعراق. ملفنا الثالث نبدي به من محافظة القادسية ومن مدينة الديوانية. لقينا ناشط ينتقد انقطاع التيار الكهربائي عن أقضية عفك لبدير نفر بسبب سقوط أحد، تخيلوا، عمود كهرباء بالخط 132 الناقل للتيار الكهربائي وقع. ليش؟ لأنه ما مشدود صح. هذا اللي يدللكم على أن العمل مو بالمواصفات الجيدة أو المطلوبة. يعني مثل ما يقولون العراقيين، الشغل اللي دا يصير بالعراق هو شغل تلزيق. وطالب الناشط أن يصلحون العطل بأسرع وقت لتخفيف المعاناة اللي دا يعانوها الأهالي بهاي الأقضية في هذه الأيام، وإحنا بأيام أعياد مباركة. تعالوا نشوف. يعني مطرت الدنيا من قاطعت نص ساعة طفت الكهرباء وانقطع الماء والشوارع صارت طين وغرقت الشوارع هذا عفق غرقت. هسه الكهرباء شبكة الكهرباء وقعت، كهرباء ماكو، الناس يعني عيد هسه والناس تريد تطرح تشوف دروبها فمو ظلمة. فنتمنى الإسراع من إدارة كهرباء عفق، إدارة الديوانية، إصلاح هاي يعني الشبكات اللي قاعدة بأسرع وقت، متابعة المسؤولين، متابعة مجلس المحافظة بأسرع وقت، لأن معاناة الناس وعيد يعني ما ترحم. الناس تعبت الناس مع كل الأسف. يعني في يوم العيد هيك يصير شينا هاي الشبكات الكهرباء والأعمدة لازقينها بيزيك، لازقينها بتيب، لازقينها بصمغ، بيش لازقينها؟ ما ترى بسيطة هيك نص ساعة نقاطات بسيطة هيك صار بيكم شينا بحروب شعدنا. انتهت طفت الولايه كلها ظلمه، الاعمده وقعت، كهرباء طفت، الماء انقطع، اللاست يعني لو حرب عندنا شو يصير؟ لو عندنا حرب شو يصير بينا؟ قضاء عفك محافظه الديوانيه المنكوبه. انت لما تحكي عن كهرباء مقطوعه فبالتاكيد احنا نعرف انه وزارة الموارد المائية ومحطات تحلية المياه ما تشتغل صدق، بس لو أكو محطة تنقية تشتغل هي شبكة الإسالة فهي تعتمد على الكهرباء حتى تشغل الماطورات وتشغل المكاين حتى توصل لك المي للبيت. لما ماكو كهرباء ماكو محطة، فبالتأكيد المي ينقطع. هاي رقم واحد. رقم اثنين، لما نحكي عن كهرباء مقطوعة فأنت عايش في ظلام دامس. أنت فعليا قطعت هذا القضاء عن العالم الخارجي كله.
لأنه لا كهرباء أكو ولا اتصالات أكو ولا شيء أكو، واللي عنده موبايل ومشاحنة يوم يومين ثلاثة ويطفى الموبايل فأنت نهائياً حصرت عن العالم وانتهت هاي الحياة بسبب أنه الكهرباء ما موجودة. علماً أنه الكهرباء، الماء، الخدمات الأساسية، الأكل والغذاء، ذني الخدمات الأساسية اللي من المفترض الحكومة وأي حكومة تجي عندها برنامج أساسي لتوفير ذني الأشياء الأربعة: توفر الكهرباء، توفر المي، توفر الغذاء، وتوفر أيضاً شبكة الطرق. ومن نحكي عن شبكة الطرق، أنا ما أوفر بس شوارع، وياهن أرصفة، وياهن شبكة تصرف صحي، وياهن هواية أمور. فذني الخدمات الأساسية والوزارات الخدمية لازم أكثر وزارات يشتغلن حتى المجاري مالتك ما بيها شيء، ما بيها عيب. الكهرباء مالتك 24 على 24 مثل ما وعدوا لما جوا على دار الدبابة الأمريكية. المي يجيك بأعلى مواصفات، لأنه إحنا بالحصار كنا نشرب المي من البوري بيوتنا، ما كنا نشتري دبة مي آرا أو مي مال معلب، ما كنا نشتريها. بيوتنا كنا نعبي من البوري ونشرب، هاي بالحصار. فما بالك في زمان الديمقراطية قام يطلع الدود ويا المي، والمي الخابط قام يجي للبيت، والنفط قام يجي للبيت، والمي الأحمر اللي بيشربت فيمتو قام يجي للبيت. بالمقابل الناس لا قادرة تسبح ولا قادرة تطبخ ولا قادرة تشرب شاي ولا قادرة تسوي شيء بشبكة الإسالة اللي موجودة بالبيت. حتى يمكن الحدائق إذا زقوها بمي مخلوط بنفط تموت. هاي بمحافظة. أما بكربلة لقينا مواطن ينتقد عدم استجابة كوادر دائرة كهرباء الجدول الغربي بالمحافظة لمناشدات المواطنين. اللي صاير شنو؟ وايرات الضغط العالي ناصية اللي تنقل تيار كهربائي بمستوى عالي، ارتفاع هاي الوايرات انخفض، صارت قريبة من الشارع والبيوت. هاي الحالة تهدد بشكل سريع حياة المواطنين، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة من دون استجابة لمناشدات ومطالبات الأهالي. تعالوا نسمع. يعني أكو ضغط عالي عليها تقريب 15 محولة. إحنا وين مثل بيا عصر؟ ضغط عالي لاح باليد، هاي العودة متر نص متر عن القاع أو متر عن القاع، ضغط عالي زين. هاي كتل العالم ليش هيك؟ دائرة الكهرباء الجدول الغربي ناشدنا 1000 مرة ما يستجيبوننا. هاي الكهرباء والأسلاك بنص القيعان، يعني شو يريدون يخسرون هم إذا 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 خلوا لهم عمود هنا ويصعدوها؟ يعني هذا سلك اللاحبلين، ضغط عالي هذا كتل العالم. يا ما حيوانات ماتت هنا، يا وصار لنا يومين بدون كهرباء، يدورون على عطل ماكو. ضغط عالي متر ونص عن القاع، ليش هيك؟ بساتين احترقت. للعلم اللي ما يعرف وايرات الضغط العالي، الكهرباء اللي بالعراق 220 فولت تمام، البيت اللي انت قاعد بيه كهرباء 220 فولت، ذني فد 20,000 فولت 200,000 فولت، لأنه هاي تنقل لك كهرباء من المحطة الرئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية إلى المولدات والمحطات الموزعة، وراها تتوزع من المولدات للبيوت. فالمولدة تخفف حدة أو فولتية التيار الكهربائي الناقل عبر وايرات الضغط العالي حتى تقدر توصل لك 220 فولت. فأنت تخيل إذا نزل بعد شوية واحد ده يمشي وطخها بالغلط. زين، هذني الكهرباء للطيور ليش ما تنتل؟ يقول لك الطير يلزم واحد ما يلزم اثنين، يعني محار وبارد فما ينتل. لكن لما يميلن وتجي هوية وتحركن وتلامسن حسبوا الكوارث اللي تصير. الناس علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من سجاد أحمد: خوش عيد علينا، من البارحة لليوم ماكو كهرباء، منتظر العراب. إيه والله صار يومين ماكو كهرباء. وأم أحمد: طول عمرنا نعاني من انقطاع الكهرباء صيف وشتاء، والله ينتقم من السياسيين. وحيدر المحمدي: الفساد منتشر بيكون مفاصل الدولة، والكهرباء من ضمن الأمور السياسية التي لا يمكن أن تعمر لأن تعتبر من البنية التحتية. فكان هذا تعليق الناس على قضية الكهرباء. أبو علي من الديوانية حياك الله. أمك بخير. وانت بألف خير يا رب.
مشاهدين. هلا بيك يا الغالي. الله يعز غاليك، رحم الله والديك. والديك الرحمة. الشخص استلقت الطبابة بناب غمار. نعم. 8 ملايين دف فصل. شنو فرق الدولة عن نظام صدام؟ قبل يسب صدام يروح اعدام. يعني بعد ما نقدر نقول له واحد انت فاسد، ما نقدر نقول له الدائرة فاسدة، ما نقدر نقول له النظام فاسد. يعني عندهم قرارات صارمة صايرة. الله وكيل عصابات مجرمة هاي. يعني السوداني اسمعنا زين، السوداني 100 متر احنا قاعدين بالزراعي. شنو قرارك هذا اللي ما يدفع فلوس الكهرباء حجز امواله المنقوله والغير منقوله؟ هذا تطبيق بالديوانيه. الك علم لو ما الك علم؟ الك مجلس النواب علم بهذا القرار لو ما الك علم؟ ولكم لنا 100 متر قاعدين بها بالزراعي. 100 متر قاعدين بها بالزراعي، ايش حدنا احنا؟ عندنا مصارفكم تشتغل. قبل تستنقذون حدا يقولون هذا ابن الملاهي. شو انتم الخيرين والشرفاء، اولادكم كلها بالملاهي تطلع بالموبايل. يعني انتم صدام وكم الله قرارات صدام وزدتوا عليها. يا السوداني 100 متر قاعدين بالزراعه من لما تعال حد الزمان من غير منقوله وغير منقوله. نطيك يدوبنا نصير مثل افريقيا عرايا بالشوارع نفتر. يلا ترتاحون. يا وين المرجعيه اللي توصل الشعب العراقي؟ وين الدولة اللي النفط هذا اللي يروح؟ وينك يا السوداني؟ من الله اقول وجهكم ان شاء الله اسود امام الله. والله هاي قراراتكم اللي بالديوانيه، واللي استنقد له مستشفى لو انقد له اي دائره حكوميه بالديوانيه هاي عندنا حوالي 8 مرات 9 مرات. هذا واحد خطايا طفل دبل 8 ملايين. نعم. بس فصولات. الك علم بها السوداني؟ جزاكم الله خير الجزاء. شكرا شكرا لك ابو علي. ملفنا الرابع يخص الطرق والجسور، ونبدي من العاصمة الحبيبة بغداد. عندنا مقطع، هذا المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي واللي جبنا لكم اياه اليوم، يبين لكم سوء التخطيط بطريق التاجي، تحديدا الدوار مع الغاز، ما يؤدي الى زيادة حوادث مرورية بسبب سوء الطرق، سوء التخطيط، غياب العلامات الإرشادية للطرق، إضافة لمخالفة القوانين المرورية من قبل البعض بسبب غياب دور دائرة المرور. تعالوا نشوف. مساء الخير اخوان. طبعا على جسر دوار الغاز اللي بطريق التاجي، هناك شركة يعني سوت السياج لنا يبارك فيهم وخططت الطريق. يعني جسر مخطط، الخطين المتصلة هو ابيض اصفر، يعني ممنوع الاجتياز ذهاب واياب. لكن سؤالي للشركة اللي خططت، من الذي افتى انه هذا الطريق يكون ذهاب واياب بالصعود؟ يعني هذا اللي جاء من التاج وده يصعد على الدوار، غير يريد يستدير ويرجع. طيب شلون انت تسمح السياره تنزل من هنا بالرونج سايد؟ وين تروح؟ هذا كذلك هسه هذا اللي يجي منا من دوار التاج يستدير ويرجع، اللي يجي منا من المنطقه الخلفيه يدخل من هنا. زين اللي يجي منا شلون تخليه يصعد عكس الاتجاه؟ مين جاي؟ يعني ده يمشي عكس الاتجاه. شلون تسمح بهاي الخطين المتصله اللي قسمت الشارع الى قسمين؟ اخواني رجاني اعاده النظر بالصبغ نوعيته والتخطيط. تجي هنا تخلي لي هذه الخطه، هذا مخالف، وانت شرعت عكس الاتجاه هنا، انت شرعت وسمحت بعكس الاتجاه. خطين مروريا هي مو معناها انه سايديا، هي ممنوع تجاوز هذا الجهه على هاي الجهه. لكن هذا السؤال اللي يطرحه هنا، انه هذا اللي جاي من هنا يفتر ويجي هنا ويصعد، زين الصعده المقابله اللي جايه من نفس الشارع شنو شغل هاي؟ لو هاي للناسين. اوه انا نسيت اللوفه خلفت على رونج سايد، هاي رقم واحد. رقم اثنين، الفوق اللي قاعدين يفترون شنو القضيه مالتهم بالفره مالتهم؟ رقم ثلاثه، اكو شغله انا شغله بس قبلتني، يعني ممنوع اللي هو اللي قاعدين يحكون عن المخالفات المروريه. اكو واحد يبيع مخضر على جسر؟ اذا وقعت علاقه من فوق الجسر شو يصير مثلا؟ هي مو شغله اذا وقعت. تخطيط الجسر هسه هذا مخطط فوق، ناس جايه منك، ناس رايحه منا، لا اوكي اقبلها على عيني وراسي، بس ينقصها جزره وسطيه بالنص تيغه صاير ما شو على مود الخطين يعرفن. بس هذا اللي جاي منا هذا صعد من الشارع الجوة، واللي جاي منا ينزل للشارع الجوة، والمقابل كذلك. اما انه النزله والصعده سايديا، وين يروحن؟
وهاي مو مخالفة مرورية على جسر، واحد قاعد يبيع ومن هنا اللي جوا أكو واحد قاعد يبيع، وذيك الصفحة همينة أكو واحد قاعد يبيع، وبالمقابل اللي عندهم محلات يركضون وراهم، واللي يفتح له كشك يركضون يسدوا له الكشك مالته، واللي ما أعرف العراق شلون ده يمشي. أما المثنى لا، المثنى عبروا شارع سريع، هذا الشارع يعني من المفترض أن يكون التأثيث بكامل من طريق جيد إلى جزرة وسطية إلى شبكة إنارة، لكن اللي دا يصير اليوم بالمثنى في مدينة السماوة تحديداً أنه الواقع هو العكس تماماً. هذا الشارع اللي راح تشوفوه ورايه، هذا الشارع لا بإنارة ولا بجزرة ولا بتخطيط ولا بشيء، بمدينة السماوة أظلم ما بي ولا ضوء، وهذا الشيء شدي يشهد زيادة بنسبة الحوادث المرورية. تعالوا نشوف. جاي من رمزي خانة الجيل الذهبي وحي النفوط، وجاي المنطقة حي آل سخيل، ظلمة والسيارات سرعة جنونية ومطبات ماكو، وعوائل جاي تتعذي، حوادث، إنارة ماكو، تخطيط الشارع ماكو، وأظلام وأظلام. ظلام، رحم الله والديكم وريد حل. سائق السيارة لما يطب بهيك شارع من البديهي على اللايت أو فتح العالي اللي هو للتنبيه، فتحها حتى يفتح له إنارة أكبر حتى يقدر يشوف مسافة أكبر، لكن الإنارة العالية للسيارات هاي اللي تشوفوها هاي تعمي عين السيارة المقابلة والسائق اللي قباله، وهاي هي أكبر قضية تؤدي إلى زيادة نسبة الحوادث في المثنى. شارع الحوطة بمحافظة البصرة بقضاء شط العرب اللي يتبلط ورا شهر ينقلع، يتبلط ورا شهر ينقلع، يتبلط ورا شهر ينقلع، اللي انقلع أكثر من مرة ورا أشهر قليلة من تبليطه بسبب سوء التنفيذ، واللي يفضح لكم الفساد وسوء التنفيذ والتخطيط للمشاريع الخدمية بوسط، تحذيرات من حصول حوادث بسبب هذا الشارع. ليش؟ لأن الحفر الجديدة ما بها علامات دلالة، وأصلاً شوارع العراق أغلبها ما بها علامات مرورية دلالية. تعالوا نشوف. مشاهدينا الكرام، احنا راح ننقل لكم الواقع المأساوي اللي تمر به المشاريع في محافظة البصرة. للأسف الشديد الآن يعني أنا في شارع الحوطة اللي سلطنا الضوء عليه أكثر من مرة، حياكم الله، خلصن فلوسكم حجي، خلصوا شالوهن. هذا الشارع مثل ما جاي تشوفون، هذا شارع الحوطة اللي تبلط شهر 12 تقريبا، يعني صار له 4 شهور، انقلع أكثر من مرة قبل هذه الفترة، وأنا سلطت الضوء عليه إعلاميا سابقا، وتعرضت للمساءلة القانونية مثل ما ذكرت، وتوقفت وإلى الآن مكفل بسبب رصدي لهذا الشارع. هذا يعني شوف هم سقالعين هذا الشارع، وشفتوا أبو السيارة يعني راد ينقلب، يعني ما مخلين حتى علامة مرورية، يعني إشارات ولوحات مرورية لهذا الشارع ما مخلين. و هاي أمامكم، يعني تجي السيارات تعبر وتتفاجئ لمن ما يشوفون أنه هذا جزء من الشارع كبير تم قلعه. السلام عليكم. تفاجئت يمكن بال علامة في الضخام، يخلي أنا شفتك شان قلبت، يعني تفاجئت بالقلع. الشارع طبعا ما صار له أشهر من تبلط، يعني هذا مثل ما جاي يشوفون المواطن أنه أرادت تنقلب سيارته لأنه ما مخلين لوحات مرورية. الحمد لله على سلامتك. هذا شوفوا المساحة اللي تم قلعها، وأيضا راح أرصد لكم المسافة اللي أيضا للأمام أيضا تم قلعها حاليا، الشفل تو خلص من عدها. وإحنا نوجه سؤالنا اليوم للمهندس المقيم في بلدية شط العرب وإلى السيد قائم مقام قضاء شط العرب، ممكن يوضحون لنا أسباب تردي عمل هذا الشارع، وشنو سبب أنه يتم قلعه أكثر من مرة، باعتبار سابقاً رصدت العمل قبل لا يتم يعني تبليطه، وتعرضت للمساءلة القانونية لأنه يقولون كلامك مو صحيح لما ما قلت أنه هذا الشارع إذا تبلط ما راح يطول أيام وأشهر، راح يخسف وراح يتلف هذا الشارع. خلي بينوننا، أنا خطأ ما أعرف، خلي بينوننا شنو أسباب
قلع هذا الشارع لأكثر من مرة ويتم تبليطه، في حين أنه شارع مكتمل مثل ما تشوفون إنارة وتخطيط، وهذه الطبقة الثانية أيضا مكتملة. خاف واحد يجي يقول هاي طبقة أساس، لا طبقة ثانية. ونرجع ونقول أنه هسه إذا مات مواطن منه اللي يتحمل مسؤوليته؟ لا علامات مرورية ولا أي إشارات تحذيرية. أنا أتمنى اللي صور الفيديو يبيعه إلى شركة تويوتا وشركة كاديلاك وشركة دوج، لأن أنا كنت ثلاث سيارات فاتن 4x4 ما تأثرن، وحتى أبو البيك أب وأبو اللاند كروز لا لاف شوية، تايرين نزلهن تايرين صعدهن. قال كل ما أبو السيارة الزرقاء قال لك لو طق التاير كان انقلبت صح، وبأقل الأحداث ما انقلب يندعم تفتر السيارة، يضرب عمود، يصعد الجزرة، يصعد على ذاك البيت، لأنه ما راح يسيطر إذا طق التاير بيده. من المفترض أنه لما أكو عمل بشارع، أكو علامات دلالية قبل فترة أنه انتبه أكو قدامك عمل، أكو حفر، أكو طسات، أكو مطبات، أكو أي شيء، حتى تعرف أنه أنت تتفادى الشيء قبل حدوثه. أكو لوفة قوية، أكو شواخص من المفترض أنه هي موجودة. شارع الحوطة اللي دنشوف تخطيط، جزرة وسطية، أعمدة إنارة، إنارة جديدة، شارع جميل، من المفترض أن تكملون هذا الشيء. ليش هذا الحال؟ ليش بشهر الواحد بلطوه، أو بشهر الاثناعش، بشهر الرابع قلعتوه؟ شنو اللي صاير؟ الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجودي أنا من مرتضى البصري. المشكلة باختصار المشاريع تحال على شركات تدفع نسبة مئوية لسماسرة العقود بالمحافظة، اللي بدورها تضمن لك أنه المقيم ولجان الإشراف والمتابعة والاستسلام من ربعهم وحصتهم طالعة، وكذلك صرف السلف والمستحقات تكون مرتبة، ويساعدهم بذلك عدم وجود حسابات ختامية لمحاسبة من بيده المال العام بدءا من أعلى الهرم نزولا لأصغر موظف. فراس جميل، وحتى التراب، وحتى التراب على جوانب الطرق بمسافة مترين أو متر ونص، للأسف ليش ماكو عمال تنظيف؟ وبالتالي يزحف لحد ما يوصل لنص الشارع للأسف، بينما سافرنا لبعض البلدان الفقيرة شوارعهم سودة من الطرف للطرف. عجيب هذا الفساد، عجيب عدم اكتراث المسؤولين. المحامي عبد الله محمد، استغفال واستهانة إلى أبعد الحدود بأهالي شط العرب الكرام، بهكذا مشاريع ترقيعية لا ترقى إلى طموح أبسط مواطن في هذا القضاء المنكوب. مازن أبو علي، للأسف مشاريع تنفذ بدون مراقبة وتقييم للعمل، وللضحية هو المواطن. سلط لنا قسم التواصل الاجتماعي الضوء على عادات العراقيين بالأعياد الدينية، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث تستعد الأسرة العراقية لاستقبال هذه الأيام المباركة بعادات متوارثة من الآباء والأجداد. خلونا نتابع. أيضا سلط لنا قسم التواصل الاجتماعي الضوء على الذكرى 18 لتأسيس قناة الرافدين الفضائية، اللي تبنت خطاب وطني جامع لأطياف الشعب العراقي رافضة للاحتلال، وخطابها رافض للاحتلال ومشروع الطائفي في العراق من دستور وعملية سياسية ومخرجات سياسية أدت بالبلد للوصول إلى الهاوية اللي نشوفها اليوم، حيث عملت القناة على توثيق جرائم الاحتلال والانتهاكات اللي مارستها الحكومات المتعاقبة والميليشيات التابعة للأحزاب الفاسدة
تعالوا نتابع. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. وقبل الختام بعد ان راينا هذا الانفوجرافيك، ستبقى الرافدتين ستبقى الرافدين ثابته على العهد معكم مشاهدينا الكرام ان شاء الله. السلام عليكم اخي ايفل. الحكومه غير قادره على انجاز مشاريع وبنى تحتيه تخدم المواطن بشكل دائم، لان من ينفذ مشاريعهم جهات مرتبطين بها حزبيا يبلطون الشارع تلزق، مجاري ماكو، كهرباء تلزق، ماكو رقابه على تنفيذ المشاريع، همهم الوحيد كسب الاموال بشتى الطرق، مو المهم المواطن بلد بوجود هاي العصابات نحو الهاويه. حسبنا الله ونعم الوكيل. تحياتي لكم اخي ايفل، انا اخوكم ابن الانبار. مشاهدينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الاسبوع مشاهدينا، نلتقيكم ان شاء الله الاسبوع المقبل. في امان الله.